لا هذا يخلص هو، هذا يخلص هو. وشنو مشكل عدد وليد اللي تزاد؟ المشكل اللي عنده، المشكل اللي عنده هو الام ديالو زاد شويه الميكروب. ها؟ الميكروب. ميكروب؟ بحال قلتي الدريب ما تزادش في الوقت ديالو. الولد ما تزادش في الوقت ديالو. في الوقت ديالو. اها. والمراه عندها العصاب وعندها فهمتي. ايوا. الدريب بحال ما هبطش الفيتامين ديال الام ديالو، هي فاش ملي ولدو ولدو شويه زرق. زاد زرق. قال له الدار غادي يشدوا 15 يوم ولا 20 يوم. باش غادي يولي لاباس. دابا هو دابا حاطين هنايا ودابا كن. ناسي تن. نبداو بعدا ونحلمو لنا. ايوا هذا هو اللي كاين، حنا كنطلبو المساعدة وصافي. تشرح الحالة كاملة باش الناس يفهموا. باش ديك الساعة يعرفوا كيفاش غادي يساعدوا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من جديد في مباشر من أمام مستشفى 20 غشت. هذا السيد اللي أمامنا عم واحد المولود اللي كيتواجد الآن داخل مصحة خاصة. السيد كيقول ما عندوش مشكل مع المصحة، عندهم مشكل مادي باش يخرجوا الابن ديالهم من هاد المصحة. هذا ماشي هو الاب ديالو، هذا فقط العم ديالو. الاب ديالو علاش ما جاش؟ الام ديالو علاش ما جاتش؟ الام ديالو دايره عمليه ومسكينه مريضه. الصوت. الام ديالو دايره عمليه ومريضه مهلوكه بزاف، والاب ديالو المشكل اللي كان واقع عليه هو الوثائق ديالو اللي باش غادي يهضر بهم. كان طاح لهم، طاحوا لي في طاكسي. شنو هما هاد الوثائق هادو؟ لاكارت ناسيونال، كارت فيشي، والاوراق ديال السبيطار. كلشي طاح ليه؟ كلشي طاح ليه، يعني هو باش غيجي باش يتقابل مع ناس يطبق داكشي، ما يعني انا تحملت المسؤوليه ديالو هو باش ولو طاح لي لاكارت ناسيونال ولا طاح لي مش خاصو يبقى، خاصو يجري هو على الغرض ريني ولدو هو الداخل. مسابق معاه. دابا معكم السيدة؟ لا معايا. تسالي ولا لا تسالي يا سيدي؟ شنو شنو؟ كمل اسيدي، دوز هنا كمل. لا لا خلي السيد ناضل، خلي السيد ترونكي. شنو كاين؟ شنو كاين؟ انا بعيد على داك الشيء، بعيد على داك الشيء، بعيد على داك الشيء. خلي السيد تلفتي مسكين. انت من الاول عرفتك عرفتك اني وقفت لك على راسك صح. كمل لي. لا ماشي مشكل، دابا قلتي بان الابن عاود لي، عاود لي انا تلفت. السلام عليكم. بعدا كنشكر طاقم التقني ديال شوف تي في وكنهينيهم والله يجازيهم بخير، ولدرجه ان باقي المحسنين الله يجازيهم بخير. دابا انا عندي المشكل مع انا العم ديال الدري ولدي اللي تزاد في السبيطار. دابا الام ديالو دابا مسكينه راه مريضه. شنو كان عندها؟ كانت مريضه لدرجه ان هي دابا كانت عند العصاب وكانت مريضه. ملي تزاد عند الابن ديالها تزاد شويه ضعيف والتنفس ديالها شويه قليل. حنايا ما كناش مقررين داكشي، ولكن داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. حنا جينا دابا باش معولين، جينا باش نخرجوا الام ديالو والابن ديالو. ناض السبيطار قالك ودي راه الدري راه ضعيف وفيه الميكروب والتنفس ديالو قليل، راه حنا غنشدو شي مده 15 يوم حتى 20 يوم. حنا تفاجئنا، ولكن داكشي قادر ديال الله سبحانه وتعالى، ما الانسان ما يدير. غير هو المشكل اللي كاين دابا راه القضيه شويه ضعيفه. و اشرح لينا الحاله ديال الام ديالو، علاش الدري شنو تزاد الدري، شنو عنده المشكل؟ الدري دابا المشكل اللي عنده هو التنفس ديالو ضعيف. زيد التنفس ضعيف. الام ديالو ما بحال قلتي ما كانتش كتاكل بزاف وعندها فقر الدم. والماكله ماكش كتاكل، والدري ما هبطش الفيتامين ديال الام ديالو. الدري ما هبطش الفيتامين ديال الام ديالو. الام ديالو باش يولي شويه بخير، هادشي اللي كيفاش القضية؟ انا ما فهمتش. اللي فسروا لكم انا ما فهمتهاش. ما الام ديالو ما مالهاش في راسها، هي كانت عندها فقر ما كتاكلش ما كتشربش وداكشي عندها قليل. الدري قوي. والدري تزاد ضعيف. تزاد ضعيف. دابا الدري ملي تزاد ضعيف راه السبيطار قرروا باش يشدوا من 15 يوم حتى 20 يوم. ودابا الدري ملي سمع الاخبار ديال قال الدري بانه راه مريض. دابا المشكل اللي كاين شكون هو هذا؟ دابا هو كان في الخدمه وناض. دابا المراه عنده مشات للسبيطار ديال الحومه في بوسكوره، مشات باش دير كونترول شدوها، قالوا لها ضروري انت خاصك تمشي لاجونس دابا باش دير باش ولدي. قالت لها مودي انا راه غادي نمشي للسبيطار، ولكن ما خاصني تنعيط الراجل ديالي باش هو يقوم بالواجب، حيت دابا هو راه عنده وليد، ديجا عنده وليد، ولد في السبيطار اخر
من طرف الشركه اللي خدام على هو دابا، حيت هو كان في الدار ديالو هو دابا غادي يولي ان شاء الله الا تزاد غيولد في السبيطار اللي تولد فيه الدري الاخر على حساب الشركه. اها. قالت لي الام ديالو قالت له خاصني نعيط الراجل ديالي باش هو يشوف كيفاش داير. ما الطبيبه هضرت معاه قالت له لا والو دابا غتهزي غادي تمشي. دابا انا الاخ ديالي انا ملي جا السبيطار باش يشوف قلت له لقى الدريه مرته ولدوها. يعني ولدت واحد الولده اللي هي محنوها وداك الشيء. جا هو ما قال لك انا ما سينيت على شي ورقه. لا حتى شي وثيقه قلت شي حاجه جيت قالوا لي ودك راه مرشك راه ولدات ايوا ولا كيبان لهم الخاطر غادي تسناو تيجيو لي الوثيقه صافي الخاطر غادي غادي توكلوا على الله دابا ملي جا هو لقى هذاك الدري تزاد عنده قالوا له ودي راه مرشك راه ولدات على سلامتك وانما قالت لي ولدك خاصك تشوف شي سبيطاره فكاين شي ربع سبيطار خاصك ديهم باش الصوت باش باش ينعس اها قال لهم اخ ديالك ما كاين باس قال لهم ودك راه الدري راه عنده تنفس قليل وعنده الميكروب شنو الميكروب؟ ميكروب منين جا؟ من الام ديالو من الام كتشرب دويات؟ ما كانتش كتشرب دويات اه ما كتاكل ما كتشرب ما حتى شي حاجه وعندها فقر الدم والدري مسكين داكشي اللي داخله من الام ديالو فهمتيني؟ دابا الاخ ديالي انا ملي سمع هذيك الاخبار هو الحاله ضعيف وعنده داكشي ملي سمعهم قال له الدري غيشدوا من مده 15 متر 20 ودي راه ما عندوش فلوس باش يخلص ما عندوش فلوس باش يخلص وحتى ذاك الوراق اللي هما كان باغي يوقف عليهم راه طاحوا ليه ودابا هذه هي النقطة اللي واحد فيها أنايا. اه دابا طاحوا لي. ما جات لا أم، ما جا لا أب، الوراق طايحين. راه كلشي راه عندهم، دابا غادي تلقى كلشي ديك الأخبار كلها عند الأستاذ رفيق القادر الدري. ملي هضروا معاه طلع سميت الأب ديالو. الأب ديالو سميتو عبد الله العباسي. عبد الله العباسي، أنت أم محمد العباسي. مدينة بوسكورة. ساكنة بوسكورة. دابا ملي طاحوا لي الوراق تلف ما عرف ما يدير. دابا راه بغى يصوب لي غير الوراق ديالو دابا راه كيطيح وينوض هو دابا شي مع تسلية وشي مساعدة وشي شنو الوراق اللي بغى يصوب؟ بغى يصوب بحال المدنية ديالو وداكشي دابا ماشي الأمور دابا ماشي بحال المدنية تما دابا الأمور عندكم هنا في لاكلينيك إيه بحال المدنية راه تيخرج الدري ومشي يسجلوا لا دابا راه صوبة 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 راه ساعدوا واحد السيد عندنا شي مات راه صوبة ودفع أها دابا بقى عندنا المشكل غير في الدري دابا الدري راه عنده ميكرو ودابا راه مدة شي 10 أيام هو شادينو ومن مشينا هو البارح حنايا باش نشوفوه سولناهم قلنا لهم ودي امتى غيخرج الولد قال لك راه حي الله حيدنا لي الاباراي راه غنزيدو مدة شي سيمانة دابا شنو نحسبوا لكم؟ دابا ملي هضر معهم الاخ ديالي في القوانين هادشي ديال الضمان الاجتماعي كنطلبوا ليه هو قالوا لي لا سينيسا تخلص 70% وانت تخلص 30% 20% زيد لوبيراسيون شحال نحسبوا ماشي لوبيراسيون شحال من نهار الولد داخل هاد الكلينيك؟ الدري الدري تقريبا دابا غتكون شي 9 ايام 10 ايام 9 ايام 10 ايام شحال حاسبين الليله شحال حاسب لكم في التوتال ما عطاوناش كاع التوتال ديال شحال الليله دابا اللي هضروا مع الاخ ديالي قال له هو 70% لا هي 70% تخلص لا سينيسيس ولكن شحال خاصو يخلص التوتال ديال هاد البياسه اللي كان في الكلينيك شحال من يوم قالت له شي 100% ولا ديال كلشي يا ودي شحال كلشي شحال كلشي غنحيدو منها 70% غتبقى 30% ولكن ما حدش معنا هما الثمن شحال الحرايبات ديالك دابا باقا ما سالتش المدة دابا عطاونا داك المدة باقا لي واحد 6 ايام غادي يخرج باقا لي 6 ايام الا خاصها توصل 6 ايام غادي يخرج عاد كيجمعوا التوتال ويقول لك فوالا شحال خاصك تخلص جمعات التوتال جمعات لي التوتال جمعات التوتال قالت له قال الاخ ديالي شحال تقريبا غادي تكون واصله ديال القدر ديال المال قال لها غاتكون عندك 7000 درهم 8000 درهم في كل شيء في كل شيء يعني هذاك الشيء غيخلص هو غيخلص هو ما دخلش في 30% ديالو هو 30% ديال هو يخلص فيها من 140 حتى 160 وشوف الضمان الاجتماعي شحال غادي شحال حاسبين عليه فهمت وش نقول لك الدري خويا ما في حالوش والخدمه على قد الحال راه كيشد 2000 درهم وعنده شويه طريطه مزاحم وما سنا ما نديرو عطينا الرقم ديال الاب ديالو واخا دير 07 حافظها هي 07 07 07 خويا زيد 28 18 28 18 10 10 عندك البطاقة الوطنية؟ عندي ديالي أنا نشوف إذا هذا هو الرقم الهاتفي ديال الأب ديالو هذا الرقم ياك؟ البطاقة الوطنية ديالك محمد العباسي محمد العباسي عندو الواتساب هو في هذا الرقم؟ عندو عندو الواتساب غير الناس اللي غادي يتواصلوا معاه هذا غادي يبغيو يتاكدوا من الوثائق اللي كاينين ولا فهمتي؟
إذا هذا ما كان مشاهدي قناة شوف تيفي، غنكون وصلنا نهاية هذا المباشر. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.